معكم هبة علام، أدمن جروب مصر تتقدم بالتعليم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا يهم كل بيت مصري عنده طالب في المرحلة الثانوية، وهو موضوع إلغاء التشعيب. من حوالي سنتين دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صرح بأن التشعيب سيتم إلغاؤه بدون صدور قرار رسمي إلى هذه اللحظة، بعد اجتماع الوزير طبعا المفروض مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وبدون نشر هذا القرار الرسمي في حالة وجوده في جريدة الوقائع المصرية كما يحدث في حالة وجود أي قرار وزاري أو تعديل لأي قرار، وبدون وجود آليات واضحة لكيفية تنفيذ هذا التصريح ولا توضيح الرؤية الكاملة للمعلمين ولأولياء الأمور والطلاب الموجودين في المرحلة دي بكيفية تنفيذ هذا التصريح أو هذا القرار في حالة وجوده. دكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي كان يوم 5 يونيو 2021 صرح بأن التشعيب سيتم إلغائه في العام الدراسي 2022، وربط ده بتخفيف المناهج المرحلة الثانوية بشكل عام. المرحلة الثانوية بتتكون من 3 صفوف دراسية، وإلى هذه اللحظة لم يتم تخفيف أو تعديل المناهج لأي صف دراسي، وإحنا في ديسمبر 2021، وبالتالي لو جينا نتكلم على الصف الثالث الثانوي العام القادم، في احتمال كبير جدا إن المناهج توصل لإيد الطالب متأخر، لأن احنا لحد دلوقتي الوزارة ما ابتدتش في تعديل أو تخفيف أو تغيير للمناهج الصف ده، وممكن طبعا المناهج توصل متأخر زي ما حصل السنة دي في مناهج الصف الرابع الابتدائي ومنهج اللغة الإنجليزية لصف الثالث الثانوي اللي وصل لهم متأخر السنة دي بحوالي شهر ونص بعد بدء الدراسة. لو احنا اتكلمنا على ان منهج سنة رابعة وصل للطالب متأخر، احنا بنتكلم على سنة نقل من سنة مصرية بتهم الطالب او بتحدد مستقبله. لو اتكلمنا على منهج اللغة الانجليزية اللي وصل متأخر لإيد طالب تالتة ثانوي السنة دي، فاحنا بنتكلم على مادة واحدة فقط لا غير، بالرغم ان هو وصولها لإيد الطالب متأخر فهو شيء غير مقبول يعني في سنة مصرية، ولكن احنا بنتكلم على مادة دراسية واحدة. ربنا يكرم الطلاب ان شاء الله ويقدروا ان هم يلموها. لكن لو اتكلمنا بقى على مناهج شعبة كاملة، كم عدد المواد اللي احنا بنتكلم عليها؟ نتكلم على احياء، على كيمياء، على فيزياء، على جيولوجيا، على رياضيات، مكونة من 6 افرع. طيب في حالة وصول هذه المناهج أو هذه المواد متأخرة بعد بدء العام الدراسي للطالب، هل ده هيكون في صالح الطالب في هذه السنة المصيرية؟ كلنا طبعا عارفين إن طالب تالتة ثانوي بيبتدي الدروس بتاعته أو بيبتدي المذاكرة بتاعته من شهر 7 و8، وده نتيجة لأن المناهج عنده مكدسة، ولأن المناهج بتاعتنا بتعتمد على الكم وليس الكيف، فبالتالي الطالب مجبر على ان هو يبتدي دراسته بدري في السنة دي عشان يقدر يخلص المنهج بتاعه، عشان يقدر يحل اكبر عدد ممكن من الاسئلة كنوع من التدريب ليه، وخاصة في ظل نظام التقييم الجديد المعتمد على المنهج المفتوح وتعدد المصادر. فبالتالي وجود احتمالية ولو ضعيفة ولو حتى ضعيف بأن المنهج ده هيوصل متأخر لإيد الطالب، فده أكيد مش هيكون في صالح الطالب، وخاصة إن احنا لحد اللحظة اللي احنا فيها ديت ديسمبر 2021 لم يتم الإعلان أو البت بعد في مناهج الصف الثالث الثانوي حتى هذه اللحظة للعام الدراسي القادم. لو كلمت على نقطة تانية وهي نقطة أهمية التخصص اللي كل دول العالم بتتجه ليها، إن الطالب يدرس
المواد اللي عايز يتخصص فيها أو اللي بيحبها، اللي هتساعده على اختيار الكلية اللي هيقدر يكمل بيها حياته المهنية بعد كده. طيب، طالب علمي علوم ما بيحبش مادة الرياضيات، فبالتالي عمره ما هيتفوق فيها، وبالتالي عمره ما هيدخل أي كلية بتعتمد في دراستها على مادة الرياضيات. وكذلك الوضع بالنسبة لطالب علمي رياضة، ما بيحبش الجيولوجيا ولا بيحب الأحياء، فبالتالي عمره ما هيتجه لأي كلية بتعتمد في دراستها على المادتين دول. يبقى معنى كده إن فكرة إن الوزارة بتقول إن إحنا بنفتح المجال للطالب لكليات أكبر إنه يدخلها، هي مش ميزة، لأن هي مش هتفيد الطالب، لأن هو عمره ما هيدخل كلية بتعتمد على مواد هو ما بيحبهاش، لأن هو مش هينجح في الكلية، وبالتالي مش هينجح في حياته العملية بعد كده. طيب، هل إحنا هدفنا الطالب ومصلحته، ولا هدفنا تعجيز الطالب؟ المفروض إن إحنا يكون كلنا مع بعض، أولياء الأمور والطلاب والمعلمين ووزارة التربية والتعليم، إيد واحدة، كلنا يكون هدفنا مصلحة الطالب. طب هل قرار إلغاء التشعيب هيكون في مصلحة الطالب في ظل كل الظروف ديت؟ ما أعتقدش إن هو هيكون في صالح مصلحة الطالب. دكتور طارق شوقي عندما تولى الوزارة في 2017 وعد الطلاب بالحصول على متعة تعلم أثناء تعلمهم، ولكن طلاب المرحلة الثانوية لا يجدون هذه المتعة على الإطلاق للعديد والعديد من الأسباب. أولا، لأن هم ملقوش مدرس مدرب من قبل وزارة التربية والتعليم على نظام التقييم الجديد عشان يقدر المدرس ده يعلم ولادنا إيه هي فكرة نظام التقييم الجديد، فأصبحوا بيعتمدوا على نفسهم في فهم نظام التقييم الجديد. طلاب المرحلة الثانوية بيعانون نتيجة لتكدس المناهج ولكثرة عدد المواد التي يدرسونها. طلاب المرحلة الثانوية يعانون لأن المنهج بالنسبة لهم أصبح منهج مفتوح متعدد المصادر، فبالإضافة لوجود تكدس في المواضيع الخاصة بكل مادة دراسية، أصبح عند الطالب كمان مصادر أخرى إضافية المفروض إن هو يطلع عليها. ولادنا في المرحلة الثانوية بيعانون ولا يجدون متعة التعلم. دكتور طارق شوقي، أحب أوجه لحضرتك رسالة من أم لطالب في الصف الثاني الثانوي. تطوير التعليم بيتم بتغيير المناهج، تطوير التعليم لا يتم بتغيير نظام التقييم فقط. مع وجود نفس المناهج التي لا تسمح بهذا التطوير في نظام التقييم، تطوير التعليم لا يتم بضم المواد على بعض لتقليل عدد المواد الشعبة العلمية حتى يتناسب مع عدد مواد الشعب الأدبية. تطوير التعليم لا يتم بإزالة درس أو اتنين من بعض المواد علشان إن احنا نقلل من حجمها. تطوير التعليم بيعتمد على تطوير المناهج كلها. الرجاء من حضرتك ربط إلغاء التشعيب بمنظومة التعليم الجديدة للولاد الصغيرين اللي بيتم تغيير المناهج فعلا ليهم. لما يوصلوا المرحلة الثانوية هيتم بالفعل تغيير وتعديل كل المناهج للمرحلة الثانوية، بحيث ان لو تم إلغاء التشعيب وقتها هيكون في صالح الطالب، ولكن الآن إلغاء التشعيب لن يكون في صالح الطالب. حضرتك قلت ان احنا طول عمرنا كنا بندرس من غير إلغاء تشعيب، ده كلام حقيقي، لكن المناهج وقتها يا دكتور طارق ما كانتش زي المناهج دلوقتي. المناهج اللي درسناها وقت ما كانش فيه تشعيب كميتها
وعددها ما كانش زي المواد اللي ولادنا بيدرسوها ولا كميتها دلوقتي. المناهج وقتها ما كانتش مناهج مفتوحة، كانت مناهج محددة. المناهج وقتها ما كانتش بتعتمد على تعدد المصادر زي ما المناهج دلوقتي بتعتمد على تعدد المصادر. في فرق كبير قوي ما بين مناهج زمان وطريقة التقييم زمان، وما بين مناهج دلوقتي وطريقة التقييم دلوقتي. أرجوك النظرة لولادنا بنظرة الأب وليس الوزير. أرجوك كفاية ضغط على أولادنا.